أهلا بكم. أيام قليلة وينتخب المصريون رئيسهم الجديد، رئيسهم الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة، فكل شيء مؤجل حتى قدوم الرئيس الجديد، بدءا من إعادة الأمن للشارع ومواجهة البلطجة، مرورا بإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية من جديد بعد ركود، كما أيضا تتعلق آمال الجميع بالرئيس القادم، سواء كانوا رجال أعمال توقفت أنشطتهم واستثماراتهم أو من الطبقة الوسطى التي تريد استعادة مكانتها المفقودة منذ الستينيات، أو البسطاء ومحدودي الدخل الذين يرون أنهم سقطوا من حسابات النظام السابق. ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم؟ وما هي أمالهم المعلقة عليه؟ حول هذا الموضوع تدور قضية اليوم، ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا بالبرنامج على الأرقام الموجودة الآن على الشاشة. ونبدأ مع الأستاذ عبد المنعم كامل من المنيا. أستاذ عبد المنعم، السلام عليكم. عليكم السلام. ما الذي تعتقد أنه سيكون أو تريد أن يكون على أولويات الرئيس القادم، في أولويات الرئيس القادم؟ والله قبل ما أتكلم على أولويات الرئيس القادم، أنا ليها تعليق بسيط، بس أحب أطمن بيه الشعب المصري. اتفضل. بالنسبه لنزاهه الانتخابات، ممكن نتكلم في الموضوع ده يعني سريعا حتى لا نخرج عن موضوع الحلقه. طيب، بالنسبه لنزاهه الانتخابات، انا بس بحب اطمن الشعب ان شاء الله باذن الله ان المجلس العسكري لا يستطيع ان يزور الانتخابات. طيب. لان المجلس العسكري كان ليه اخطاء جسيمه، فهو ما قدموش غير ورقه واحده بس بيلعب فيها دلوقتي عشان خاطر يطلع في بالنسبه لامام الشعب المصري ان هو يعدي المرحلة الانتقالية بسلام، وان وضحت نعم وضحت هذه الفكرة. ننتقل إلى سؤالي، وهو ما الذي تريده من الرئيس القادم؟ أنا أريد من الرئيس القادم ألا يفعل شيء في الدولة إلا أن يقتص للشهداء. وإن لم يستطيع أن يقتص للشهداء فلن يستطيع أن يفعل أي شيء بعد ذلك. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وانتقل الآن إلى الأستاذ وليد إسماعيل من القناطر. أستاذ وليد، هل أنت معي؟ أيوة أنا معي. أستاذ وليد، يعني لماذا يعلق المصريون من وجهة نظرك أمال وطموحات على الرئيس القادم، على الرغم أننا لدينا حكومة وهناك أيضا البرلمان؟ هو أولا الرئيس هو يعني نقدر نسميه هو رمان الميزان بتاعت الدولة. هو الشعب المصري اعتاد ان الرئيس هو بيديله كل الخيوط، وده منطق مش سليم. لكن انا في اعتقادي ان الرئيس مع الحكومه مع البرلمان هم النواه الحقيقيه لانشاء دوله قويه. فاذا كانوا على انسجام اكيد هيبقى في دوله قويه، اذا كانوا على خلاف فتاكد ان هتبقى فيها صراعات وتبقى فيها مشاكل كتير جدا. واخد بال حضرتك؟ من وجهه نظري ان الاولويه الحقيقيه للرئيس القادم اول حاجه الامن، لان الامن يترتب عليه حاجات كتير جدا، استقرار مواطنين، جذب استثمارات، تهيئه حقيقيه لنهضه جديده. فيما عدا الامن مش هيكون في اي تنميه، ومش هيكون في اي احساس بالثوره من الحاجه. ولكن في حكومه دلوقتي، ستكون هناك حكومه ايضا حينما يتم انتخاب الرئيس، فلماذا تعلق كل الامال على الرئيس القادم؟ الحكومة الحالية أنا من وجهة نظري هي ما عرفت من ساعة إنشائها لحد دلوقتي، من ساعة تواليها لحد النهاردة، ما عرفت كل أنواع حرق الأرض وتهيئتها للرئيس اللي جاي. عشان تكره الناس الثورة فيختاروا اتجاه معين هو الفلول. طب أنا ما بثقش في الحكومة الموجودة اللي هي ممكن تعمل حاجة، عشان كده أنا منعقد على الرئيس اللي جاي. نعم. لكن الحكومة الحالية ديت هي أوهمت الشعب وحاولت تضغط الشعب حاجات معينة، إن المسؤولية على مجلس الشعب، وده كان خطأ كبير جدا منها. أشكرك شكرا. الشعب بدأ يفهم دلوقتي. أشكرك. لو سمحت بس ليا تعليق بس صغير. طيب اتفضل. بالنسبة أنا عايز أوجه للتلفزيون بلدي، التلفزيون المصري. طيب. معلش أنا أعتذر لك، أنا أعتذر لك. أنا واجه له رسالة عشان أنا بتكلم على قناة أنا بحترم الجزيرة وبحبها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد. أنتقل إليك أستاذ محمود حسن من الجيزة. أستاذ محمود. إزيك أستاذة ضحى؟ أهلا بيك. السلام عليكم أستاذة ضحى. عليكم السلام. أستاذ محمود، يعني من وجهة نظرك ما هي الأمور التي يجب أن تكون على في بداية أولويات الرئيس القادم؟ الكثير من الطموحات والآمال منعقدة على الرئيس القادم يا أستاذة ضحى، من
استاذ محمود. الكثير من الطموحات منعقدة على الرئيس القادم استاذ ضحى، على راس الاولويات اعاده الامن للشارع المصري واعاده الجهاز الامني للعمل بنسبه 100%. بدون امن ما فيش سياحه وما فيش دوران لعجله الانتاج وما فيش عوده للاقتصاد والاستثمار. بالاضافه لعوده الامن، ارجو من الرئيس القادم عمل مصالحه وطنيه بين مختلف طوائف الشعب المصري لاحلال السلام الاجتماعي اللي افتقدناه على مدى سنه ونصف في المجتمع المصري، والتوقف عن الحديث عن من ينتمي الى النظام القديم ومن ينتمي الى النظام الجديد. كلنا ننتمي الى مصر ويجب ان احنا يعني نعمل كل ولكن استاذ محمود، يعني الانتماءات حينما تكون مختلفة هذا لا يعني الخلاف، هو يعني الاختلاف فقط. لا يا استاذ ضحى، حضرتك شفتي على مدى السنة ونص. ارجو ان تسمعني من الهاتف فقط استاذ محمود وليس من التلفزيون اذا سمحت. اسمع حضرتك تماما من التليفون فقط يا اختي الكريمة. طيب تفضل. اللي انا بتمناه استاذه ضحى يعني ان احنا نحاول نحقق اهداف الثوره ويكون راس هذه الاولويات زي ما قلت لحضرتك، بالاضافه لعوده الامن والمصالحه المجتمعيه. يعني مثلا على اهداف الثوره المصريه من عيش وعداله اجتماعيه على سبيل المثال، هدفنا اصلاح المنظومه التعليميه، هدفنا هدف كبير جدا تأمين الصحي لكل جماهير المجتمع المصري. يا استاذة ضحى، انا لسه من ايام كنت مقدم في قرعه الاراضي. حضرتك عارفه ان المستغله من مساحه مصر هو 6% بس من المساحه الاجماليه للدوله المصريه. مجرد 1800 قطعه وزعوا، على الرغم ان احنا كنا مقدمين 240,000. ليه ما يتمش توزيع اراضي على كل من يرغب في البناء ده؟ ليه ما يتمش توزيع اراضي الاراضي الصحراء على الشباب العاطل عن العمل؟ نعم لأن واضح. اهم شيء يعني اختي الكريمه، بس في اخر حاجه اقولها، اهم شيء عشان نعمل عداله اجتماعيه ان احنا نحاول نوزع الثروه المصريه على مجموعه الشعب المصري. لو توزعت الاراضي الصحراويه على الشباب أظن وضحت التساؤل، وضحت وجهة نظرك، أشكرك عليها، شكرا جزيلا، أشكرك على هذه المداخلة. وأنتقل الآن إلى الأستاذ أحمد عبد الصادق. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد هل تسمعني بوضوح؟ ألو، معك أستاذ أحمد، هل تسمعني بوضوح؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ أحمد، ما الذي تريده من الرئيس الجديد الذي سيجرى انتخابه هذا الأسبوع؟ عايز رب الرئيس أن يدخل يكون متقي الله سبحانه وتعالى ويكون بيخاف ربنا. طيب أرجو منك أن تسمعني من الهاتف فقط وليس من التلفزيون إذا سمحت. عشان إحنا ماشي. طيب ما الذي تريده من الرئيس الجديد؟ بيخاف ربنا وبيتقي الله وما يكونش تبع اي حزب ومش تبع لاي حاجه خالص، ويعني الناس كرهت الاخوان ومش عايزين يكون اخواني، لان الناس عندنا في طب انت بتقول انه انت لان الناس عندنا هنا في الفيوم كرهت الاخوان خالص وبيكتبوا في كل حته يسقط الاخوان. لكن انت كنت بتقول من شويه انتوا عايزينه راجل يتقي ربنا في الفيوم. لا انا مش يعني. طيب اعتذر لك لانه لن اتمكن من سماعك بشكل واضح. معي الان صلاح سلامه من طنطا. استاذ صلاح، استاذ صلاح ارجو ان تسمعني من الهاتف فقط اذا سمحت وليس من التلفزيون. ازيك يا استاذ ضحى؟ الحمد لله. استاذ صلاح، ما الذي تريده من الرئيس القادم والذي سيجرى انتخابه هذا الاسبوع؟ أستاذ صلاح أرجو أن تسمعني من الهاتف فقط. إحنا عايزينه يشوف لنا البطالة يا دكتور، البطالة اللي هي من سنة 83، في من سنة 83 بطالة شغالة.
ايه اللي ممكن الرئيس يعمله في موضوع البطاله من وجهه نظرك؟ هنعمل ايه يا دكتوره في البطاله دي؟ هو هيعمل ايه في البطاله دي؟ هي من سنه 83 ديت اللي لحد دلوقتي ناس بقى لها 25 سنه و30 سنه قاعده ما هي شغاله. هل تعتقد ان الرئيس القادم سيضع في اولوياته موضوع البطاله؟ ده امر مهم جدا. المفروض المفروض ان اول حاجه تكون في الاجنده بتاعته هي البطاله. هل رايت في برامج المرشحين ما يتعلق بقوه بموضوع البطاله؟ ايوه طبعا في اللي هو المرشح اشتراكي، يعني ممكن اقول اسماء حضرتك ولا مش لا ممكن. مش ممكن، ما تقولش اسماء من غير اسماء، ولكن هل رايت انه سيكون يعني من بين المرشحين من يتحدث عن موضوع البطاله؟ في طبعا في مرشحين اشتراكيين بتحدثوا عن، ماذا ايضا تريد من الرئيس القادم؟ اهم حاجه هي البطاله، لان البطاله هتريح ناس كتير. رب الاسره دلوقتي عنده اثنين او ثلاثه قاعدين بيعانوا من البطاله. كان معي مداخلات منذ قليل تتحدث عن عوده الامن. الامن ده هيعود كده كده، الامن هيعود، الامن لازم يعود اصلا. ساعه ما الامور تستقر الامن لوحده. الناس بتتكلم عن الامن وبتتكلم عن الحاجات ديت، دول ناس موظفين، ناس خايفين على مصالحهم، انما الناس اللي زي حالاتنا ديت مش لاقيه تاكل. امن ايه اللي هندور عليه؟ احنا عايزين ناكل ونشرب. احنا مش لاقيين اكل ولا لاقيين شوربه، لاقيين اي حاجه خالص. مش هينفع كده يا استاذ ضحى. لازم الرئيس اللي جاي ياخد باله من البطاله، دي اهم حاجه. البطاله هي عداله اجتماعيه. العداله الاجتماعيه هتنص على ايه؟ هو البطاله. يشغل الناس، يا اما يعمل لنا عن البطاله، يا اما يشوف لنا اي حاجه نشتغلها، يعمل لنا قروض، لا ننضم للبلطجه بقى عشان ناكل عيالنا. مش هينفع، كده مش هينفع. البلد كده من غير تشغيل البطاله البلد مش هتمشي. ايا كان الرئيس اللي جاي لازم ياخد باله من البطاله. وضحت وجهه نظرك، اشكرك شكرا جزيلا. انتقل الى الاستاذ سيد نوفل من الشرقيه. استاذ سيد. اهلا فندم. انا حضرتك السيد نوفل من صان الحجر الشرقيه. نعم. سيد نوفل من صان الحجر الشرقيه. اهلا وسهلا. استاذ سيد. اهلا بحضرتك. من وجهه نظرك لماذا يعلق الناس املهم على الرئيس بالرغم من وجود حكومه وبرلمان الان؟ فلماذا الجميع في انتظار الرئيس؟ حضرتك انا تحفظ على اداء الحكومه، اداء الحكومه اصلا معارضه للبرلمان عشان يشوهوا صوت الاسلاميين في الشارع المصري. وارى تقاعس الحكومه عن تنفيذ طلبات البرلمان دي في اهانه للمجلس نفسه، لمجلس الشعب نفسه. طيب وجود الرئيس القادم هل يحل من الوضع، من المشكله؟ بالتاكيد طبعا، لو كان في تعاون بينه وبين البرلمان او بينه وبين الاطياف كلها ان شاء الله يكون في حل باذن الله تعالى. ما الذي تريده من الرئيس القادم؟ يقيم دوله العدل على الارض، ويبقى في عداله اجتماعيه، وفي بص الموظفين، بص البطاله، بص لحاجات كثيره اصلا، ده كلها سلبيات حضرتك يعني. وحط الامن على اولويات قوائمه، ان شاء الله يكون في امل باذن الله، ويحيى اقتصاد، وهيكون في ان شاء الله بالنسبه للامل بالنسبه للناس اللي ضايعه دي، الناس اللي فعلا في مصر الناس فقد الامل اصلا، فقد الامل اداء البرلمان وتحدي الحكومه للبرلمان. اشكرك شكرا جزيلا. انتقل الان الى استاذ شريف من بني سويف. استاذ شريف. طمنا، محايل، انا محايل. طيب اتفضل. استاذ شريف. استاذ شريف، الرئيس الجديد يرى البعض انه سيواجه مشكلات كثيره على راسها انه يعيد الامن مره اخرى للشارع المصري، هل ترى ان الرئيس القادم يستطيع فعلا فعل ذلك؟ ايوه الرئيس القادم ممكن يحل الامن في خلال 30 يوم، وقبل كده كمان هو عاوز يحل الامن، انما في حاجات هتتحل على المدى البعيد زي الاغتصاب، البطاله، لا على المدى البعيد مفيش حد يحلها ابدا، لكن الامن ممكن يتحل بسرعه في خلال شهر او اثنين، والامن دي عمليه مستعجله. دي مش شكر، مش عارفه تأمنها. في قضيه مفتعله وقضيه ممنهجه من سنه ونص. طب بما انها قضيه مفتعله وممنهجه، لماذا ترى انه سيتم حلها بسرعه يعني؟ ما هيحل بسرعه ليه؟ لان خلاص ما فيش فايده بقى، كده كده الرئيس جه، وبعدين شاف مين اللي هيجي رئيس؟ وهو معاه، دي حاجه معروفه يا فندم. نعم. اشكرك شكرا جزيلا. انتقل الى الاستاذ رجب وهو مصري مقيم في السعوديه. استاذ رجب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. استاذ رجب، ما الذي تريد من الرئيس القادم؟ في البدايه اسمحي ان احييك يا انسه ضحى، واحيي فخم المحطه. اشكرك. واشكركم على الاهتمام بالشان المصري. ما نريد من الرئيس القادم ان شاء الله ان يضع في اولوياته اعاده الامن للشارع المصري. وسرعه تفعيل قانون التظاهر.
حتى يكون هناك أماكن محددة للتظاهر حتى لا تصير البلبلة مرة ثانية. والنظر إلى ملف الإطار والنظر إلى كرامة المصري خارج مصر وداخل مصر. طب هو من أجل الكرامة تخرج المظاهرات أستاذ رجب؟ نعم. من أجل الكرامة تخرج هذه المظاهرات؟ أيوة يا دكتور روحة، أنا أقول لك يكون في تحديد الأماكن اللي هي تخرج منها المظاهرات، يكون في تأمين لهذه المظاهرات حتى لا نرى ما حدث سابقا وحتى لا تتكرر المشاكل اللي حدثت في 14 شهر اللي مروا بعد 25 يناير. طبعا المطلوب من الرئيس المنتظر ان يخرج بكرامة المصريين وما نرجعش الى الوراء، لا نريد ان نرجع الى الوراء ولا نريد يعني تكون الشرطة تعرف دور الشرطة ان هو حماية الشعب وحماية المواطن ليس استبدال المواطن ولا اهانة المواطن، وكذلك الجيش وكل الجهات القضائية تهتم بالشان الذي يخصها، واذا كان كده ان شاء الله هتصير البلد الى الاحسن وبفضل وجود امثالكم ان شاء الله. واشكرك شكرا جزيلا. اشكرك العاملين على المحطة. اشكرك شكرا جزيلا. انتقل الان الى علي عبد العليم من الغربية. استاذ علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ علي حضرتك اشكرك، لماذا اعتاد المصريين من وجهه نظرك على تعليق كل الامال وكل القرارات على الرئيس؟ معقول لحضرتك يا فندم دوله مصريه اتنهبت على مدار مئات السنين؟ الو معاك اتفضل. فطبعا احنا محتاجين من الرجل القادم ان اول حاجه يهيكل الاقتصاد. بمعنى ايه؟ لازم هيكل الاقتصاد من الالف للياء، لازم يراقب السوق المصرفي وسوق الاوراق الماليه. من هو المستشار الاقتصادي بتاع الرئيس القادم يا اختي الكريمه؟ محتاجين الرئيس القادم يكون له 25 مستشار اقليمي على مستوى الجمهوريه، لكل محافظه لازم يكون مستشار اقليمي ليراقب جميع السلطات ويكون هو المنفذ الوحيد للمعبر عن طبعا. ده يعود بنا الى سؤالي، لماذا اعتاد المصريين أن يعلقوا كل شيء على الرئيس؟ ما هو يا فندم الرئيس جاي دولة اتنهب ثروتها، دولة يعني أقصد إن في حكومة في برلمان، لماذا تعلق كل الأمال على شخص واحد على منصب واحد؟ لا يا فندم احنا الشعب المصري تعود الرئيس هو القائد، الرئيس هو الزعيم، فاحنا محتاجين البناء يكون متسلسل. بمعنى ايه؟ محتاجين رجل اقتصادي، لان السياسه التي لم تولد اقتصادا فهي سياسه فاشله. فمحتاجين بنقول لازم الرئيس يقدم من هو الرجل الذي يدير حاله الاقتصاد في الدوله المصريه، ومنهم ال 25 المستشار اقليمي، لان انا بقول المستشارين هم الذين يصنعون الزعماء ليس الزعيم. الزعيم مش هيجي يعمل لنا مكنه ويجي يجيب لنا دولارات من بره، لا يا اختي الكريم، مصر غنيه بمواردها، فمحتاجين راجل قوي يحافظ على الثروه المعدنيه وايقاف نزيف الدوله المصريه من تصدير المواد الخام اللي هي تحت الارض. ثروات مصر يا اختي الكريمه لم تكتشف بعد، محتاجين زعيم قوي، محتاجين راجل اقتصاد قوي. الرئيس لم ينفذ هذه المشاريع لوحده، لازم يكون معاه مستشارين ويختارهم ويعلنهم للشعب. نعم. المصري. نعم. لان يا اختي الكريمه احنا بننظر من مجموعه راسماليه بلطجيه، هل تتخيلي لومان ترى بيدير الحاله الاقتصاديه في مصر؟ احنا في مهزله كبيره يا اختي الكريمه. وضحت وجهه القادم يقوم بعمليه التطهير والمحافظه على موارد الدوله، واهم حاجه ثاني نقطه اللي انا هتكلم فيها انه تنقص الشعب المصري، لازم على الرئيس القادم ان يهتم بحمايه جهاز اسمه جهاز المستهلك، ويتم تقنينه ويتم تفعيله في لان جهاز حمايه المستهلك ده يا اختي الكريمه لو تم تفعيله يعني عدد الاواضي والمشاكل
ممكن تنزل ل 60% في اول سنه وفي ثاني سنه لان موضوع جهاز حمايه. طب انت حضرتك بتتكلم دلوقتي في تفاصيل التفاصيل، الا تعتقد انه يعني بناء على انه مصر بعد الثوره يجب ان تكون مختلفه عن مصر قبل الثوره، بانه لا يجب ان تترك كل الامور في يد شخص واحد هو الذي يقرر، وان يكون هناك مؤسسات ويكون هناك يعني صناع للقرار، وان لا يتعلق كل كبيره وصغيره بقرار من الرئيس؟ يا فندم الرئيس محتاج البرلمان يشتغل معاه، محتاج البرلمان، لان احنا عندنا 12000 قانون، قوانين عنكبوتيه ادت الى تدهور جميع الحياه في مصر، الاقتصاديه والتعليم والزراعه والصناعه. هل تتخيلي يا اختي الكريمه دوله زي هولندا بتصنع من صناعه الزراعه 130 مليار سنويا من دخل صناعه الزراعه؟ مصر بتعمل ايه؟ مصر بتستهلك 60% من اكلها. نعم. زراعه الدوله المصريه وضحت ان احنا الدوله الزراعيه على مستوى العالم، يبقى النهارده في ال 13 اخر دول العالم العشره. نعم. يا اختي الكريمه احنا محتاجين قائد. أشكرك شكرا جزيلا، وضحت وجهة نظرك، أشكرك جزيل الشكر. ننتقل الآن إلى الأستاذ محمد السويفي. أستاذ محمد، طيب فقدنا الاتصال. إذا كانت هذه بعض الآراء مشاهدينا من المتصلين، أشكركم جزيل الشكر على متابعة هذه الفقرة. والآن ننتقل إلى آراء المواطنين في الشارع حول نفس الموضوع وما الذي ينتظرونه من الرئيس القادم، فإلى هناك. بطلب من الرئيس اللي جاي ان شاء الله باذن الله ان هو يعني يبص للشعب الغلبان دوت، وما يبصش للمصالح الشخصيه او يبص مثلا زي النظام القديم، يبص للشعب، يبص للعشوائيات، يبص للمدارس، يبص للمستشفيات، يبص للناس اللي هي في الشوارع، ينزل الشارع. انا بشوف رؤساء جمهوريات بتنزل الشوارع بتتكلم مع الشعب، بيتكلم مع الناس عادي. احنا ما شفناش هنا خالص رئيس بينزل يتمشى في الشارع يتكلم مع الناس، يعني يشوف الناس احوالها ايه، اخبارها ايه. ما يبقاش في الناس اللي هي معاهم ضلالاه يقولوا يا سيادتك يا ريس الشعب كويس، الشعب مبسوط، يبقى الشعب هو تعبان جدا. يعني هو ينزل بنفسه ويشوف، ما يبقاش مثلا قاعد في المكتب ويجي له تقريرات خلاص ان مصر حلوه بقت حلوه، الاسعار فيها رخيصه يبقى هي رخيصه. يعني حضرتك شفت في الفيلم اللي هو بتاع طباخ الريس كل الكلام كان بيوصل لايه؟ ما كانش عنده اي معلومه، كان بيقول له طبق الكشري ب 50 قرش ورغيف العيش قد كده وبتاع، وكل ده كان كذب في كذب. لكن هو المفروض بيتابع بعينيه خالص ويشوف بعينيه ويشوف الناس. اهم حاجه يراعي المستشفيات، لان في ناس غلابه جدا 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 اقسم بالله بيروحوا المستشفيات بيمشوهم عشان ما معهمش فلوس. فالطبقه اللي هي الفقرانه دي لازم نبص لها شويه. بالامان بس يعني، وكل خير ان شاء الله كده بس في البلد، وعايزين حاجه رئيس يكون كويس يعني ان شاء الله. بس الواحد يعني الايام اللي فاتت دول كلهم بلطجيه وقلق وكده، عايزين الامان يعني كده، طالبين الامان ان شاء الله. لو انت عايز تقول رساله للرئيس اللي جاي، الانتخابات يوم الخميس والجمعه الاربعاء والخميس اللي جايين، تقول له ايه؟ انت كمواطن عادي بتشتغل في الشارع كل يوم. اقول له عايزينك تبقى كويس ان شاء الله يعني باذن الله كده، وتشوف مصالح الشعب ان شاء الله كده، وتعمل لهم كل حاجه كويسه ان شاء الله. لا والله هي شغلانتي دي على طول بجري عليها انا واولادي، على اولادي يعني. يا ريت والله يبص لنا كده هو يعني للناس الغلابه كده، يعمل لهم اي حاجه والله. والله هو اللي نطلبه دلوقتي ان البلد تتظبط وحالها يتصلح، لو في اي سياسات في الدوله مش مظبوطه تتظبط، وزارات مش مظبطه تتظبط برضو. الامان ما بقاش موجود، كلنا بندور على الامان سواء بنت او راجل، ما فيش حد ماشي في البلد وهو مرتاح، كله حاسس ان لو اتاخر بعد الساعه 9 بالليل انه ممكن يحصل كارثه. اهالينا بتقلق علينا على الفاضي وعمليانه من اللي بنشوفه من اللي بنسمعه. يعني انت لو هتوجهي رساله للرئيس القادم هتقولي له اول حاجه كرها في الشارع فهو الامان. ما هو طبعا هو ده اللي احنا اكتر حاجه فقدناها الفتره اللي فاتت، بغض النظر بقى عن الحاله الاقتصاديه اللي متدهوره والناس اللي كلها تعبانه ماديا والشباب اللي بتدور على شغلانه والكلام دوت، بس هي فعلا اكتر حاجه احنا فقدناها كان نفسيا دلوقتي الامان، مخلي الكل بياكل في بعضه. مفيش استقرار، نفسيا مش مستقرين، هنستقر ازاي في بيوتنا اذا كان البلاد كلها بايظه؟ والله بطلب منه يتقي الله في الشعب الغلبان، وفي نفس الوقت سيادتك يعني يراعي المستشفيات اللي هي بتاع الناس الفقراء، ويراعي الناس اللي هي الغلابه، وفي نفس الوقت يجي يعني اللهم صل على النبي يبقى معاهم في مساواه بين الشركات وبين الاهالي وبين ده وبين ده. والله ان ربنا يصلح حال البلد، يعني يطلب ان يصلح حال الناس الغلابه والناس المساكين، ويبص للامور كلها.
ايه الامور اللي على وجه التحديد اللي اول ما يبدا عايزه يبص فيها؟ والله يعني يفتح ال الحاجات اللي هي المغلقة، الحاجات اللي هي الناس يعني اتصعرت منها، يعني الغلاء اللي احنا عايشين فيه والحياة اللي احنا عايشين فيها بقت صعبة، بقت صعبة جدا على كل صغير وكبير، محدش مرتاح في حياته. يعني الأمور كلها ان احنا النهاردة مش عارفين نعيش لا حلو ولا وحش، فربنا يصلح حاله ويقدره ان شاء الله. ربنا يولي من يصلح، بس لكن مين هو الله اعلم بيه. اطلب ان يكون في حريه وعداله، وان الواحد يلاقي حتى لقمه عيش ياكلها. الناس حتى لو جه اسلامي، الناس دي ظلمت 30 سنه، اللي ده الظلم يشوف بقى ويعمل مع الناس دي ايه. احنا عايزين نبقى كويسين، حتى لقمه العيش نجيبها، نطلع نجيبها بالعرق كده لعيالنا، مش عايزين حاجه اكتر من كده، مش عايزين اي حاجه اكتر من كده من رئيس الجمهوريه، ان ربنا فينا احنا. نطلب ان هو يبص للشعب والناس الغلابه والناس الفقراء، ويبص للاسر اللي هي قاعدين في مكان ضيق، يبص للشباب اللي هو طالع الجديد عاوز ايه يشغله، ويبص للمجهود للناس اللي هي برضه محتاجه، ويبص للمعاشات، ويبص للحاجات دي سيادتك. وبعدين نبص ان احنا الناس لما نرشح رئيس، نرشح رئيس ان يكون هيخدم البلد، مش الناس بقى بتفرح مثلا بالاخوان وبيفرحوا بده وبده، لا ما ينفعش. احنا عاوزين ان شاء الله يكون واحده بس تصلح البلد بجد والله. معلش احنا بنقول، يعني انا بقول لك على رايي انا، حتى لو واحده وهتبقى هتمشي البلد كويس، مش اشكال عندي مين هي بقى او مين هو، المهم حد يمشي البلد بس. والله هنطلب ان هو يبص للشباب دي، اول حاجه يبص للبلد، البلد تعبانه وواقعه خالص. تاني حاجه يبص للشباب، الشباب ما فيش شاب دلوقتي عارف يتجوز. تالت حاجه يبص للمستشفيات، انا سواء التاكسي عامه، كان معايا زبون من 3 4 ايام ما كملتش، رحنا 3 مستشفيات حكوميه ما فيش سرير ليه عشان يتحجز، هيروح فين؟ معوش فلوس هيروح فين؟ لفيت بيه 3 مستشفيات حكوميه والله، كمان مره 3 مستشفيات لفتهم وبيشيلوه، يعني اخواته شايلينه وبيدخلوه مستشفيات حكوميه، خرجوه من المستشفى عشان ما فيش سرير. ايه تاني بعد كده؟ انا بطلب منه، احنا الاول اهم شيء كلنا نحب بعض، وبطلب منه ان البلد يبقى فيها اصلاح. يعني ده هيبقى راجل يعني مسؤول عننا واحنا، وهيبقى هو اب لينا، ومصر دي امنا كلنا اللي هي البلد اللي احنا عايشين عليها. فرجاء ان هو يعني اول حاجه التعليم، التعليم عندنا بايظ، في سلبيات كتير جدا، لازم الوزراء اللي هو يجيبهم لازم ان هم كل الحاجه اللي هي موجوده في البلد غلط، او كان فيها فساد او رشوه او روتين او حاجات زي كده، لازم البلد تتعدل. انا يعني معلش احنا مش شايفين تعديلات بقى لنا اكتر من 30 سنه، وشفنا حاجات كانت اخطاء كتير ومشاكل كانت كتير، فاحنا عايزين نعدل البلد. اول حاجه نعملها، اول حاجه التعليم، الصحه برضك يكلم وزير الصحة يشوف التأمين الصحي في أخطاء كتير وسلبيات كتير، الواحد يروح يترمي كده على كرسي يقعد يقول لك استنى الدكتور ما جاش، الدكتور النهارده مش موجود، بتاع البطنة بتاع الصدر بتاع، هعمل لك إشعة بكرة تيجي الساعة 8، يعطلوا الناس عن أشغالها. تاني حاجة، رابع حاجة يبص للقطاع الخاص، القطاع الخاص كله مظلوم، كل القطاع الخاص مظلوم، ان الناس مش حكومه، التامينات بتاعتهم ضعيفه، المعيشه بتاعتهم مصاريفهم بسيطه كتير، والدخل بتاعهم قليل، ما بقاش عندنا سياحه، ما بقاش عندنا ان ناس مثلا تيجي، كان الاول في بيع وشراء كتير وكان في اقبال في السوق، دلوقتي ما بقاش في اقبال في السوق، والناس حالها وقف، الناس الصناعيه، الناس الغلابه اللي هم في الورش اللي هم بيصنعوا الحاجه بالايد، والناس اللي هي مثلا بتشتغل في الحاجات اللي هي طبعا انت عارف عندنا فضيات وذهب ومصايغ وحاجات زي كده، الناس دي كلها حالها وقف، وقطاع خاص. فالناس اللي هم صاحبات الورش عاملين مشاكل مع الناس الصناعيه، ان مش قادر يديله اليوميه بتاعته بتاعت بيته، هيجيب منين؟ هيسرق؟ او ان هو مثلا هيضطر يعمل حاجه غلط، فما ينفعش. فلازم الحكومه، ولما تيجي الحكومه وينتخب رئيس، الجيش والحكومه والرئيس يقفوا مع الناس الغلابه ويبنوا مساكن للشباب، عشان الناس ما فيش حد بيتجوز، وفي ناس قاعده في حاجات صغيره لازم يوسع عليهم شويه، عندنا صحراء وعندنا اراضي خدوها كتير. الامن وعندنا في شبرا هناك بيحصل اختطاف كتير في المدارس،
وعندنا يعني مصر يعني باظت من بعد ما حسني جه. هي ومشي برضه باظت صح؟ اه هي بايظه اصلا عندنا في شبرا هناك، فاحنا عايزين الامن طبعا، وعندنا هناك المنتجات يعني السلع بايظه خالص. و انت طالبه في المدرسه؟ اه. سنه كام؟ ثانيه. ثانيه ايه؟ اعدادي. اعدادي. طيب ما بتطلبيش منه حاجه في التعليم؟ بطلب منه طبعا يعني تحسين اللي هو التعليم يعني، ويكون التعليم كويس وما فيش اي طبعا اي حاجه تكون هناك عندنا في التعليم، وتكون كل حاجه كويسه. واحنا هنطلب منه ايه تاني غير كده؟ والامن طبعا وكل حاجه. شكرا. تطلبي منه ايه؟ تطلبي ايه من الرئيس القادم؟ بطلب منه ان هو يوفر لنا الشغل لعيالنا لشبابنا والشقق، وتبقى الامن والامان، وتبقى الحاجه يكون يعني رخص وكده، عشان احنا يعني ناس تعبانين بصراحه، ناس تعبانين بالامانه. يعني ناخد 500 جنيه ولا 600 جنيه في الشهر تعمل لنا ايه؟ معانا ست عيال تعمل ايه؟ يعني بص شويه للسلع. للاسعار والشقق، والشباب اللي قاعده دي الواحد بيخطب بيقعد اربع سنين. بنتي مخطوبه دي لها ثلاث سنين خطوبه مش عارف يجيب شقه، ومعايا عيل مش عارف اجيب له شقه. الرئيس اللي جاي لازم يكون حاطط في اعتباره انه ينقل البلد بتاعتنا من الوضع اللي احنا عانينا فيه الفتره اللي فاتت ديت لوضع مختلف تماما، بحيث ان احنا نبقى يعني الناس تحس بان حصل تغيير، والخسائر اللي الناس اتحملتها خلال الفتره اللي فاتت دي تقف، ويبدا وتبدا البلد تتحرك لقدام، ويبقى هو عنده فكر وعنده رؤيه وعنده خطه ان هو ينقل البلد للبلاد المتقدمه، او وناخد مثل زي تركيا او البلاد اللي هي ظروفها مشابهه لظروفنا وتحسنت وعملت تقدم كبير. خلاف كده الرئيس اللي جاي لازم يحس بالناس، ويكون حاسس بالفقير وحاسس بالمريض وحاسس بكل انسان عايش في البلد دي، يكون منهم وما يتعلاش عليهم، ويكون دايما موجود ما بينهم، يبقى حاضر ان هو يسمع شكواهم، وان هو ياخد خطوات فعليه مش كلام على الورق ومش كلام مؤتمرات. فالبلد تبدا تتحرك لقدام، وان شاء الله باذن الله يعني الفتره اللي جايه دي في حاله الاستقرار البلد هتنهض بسرعه، وده شفناه من الفتره اللي فاتت دي. انا عايز انه يستوي بين الشعب، ان كل واحد يبقى ليه حقوقه موزون قد بعض، يعني يبقى في منافسه في الحصول على اي شيء، ما بقاش في اولويه للناس اللي ليها ظهر او الناس اللي ليها معارف. عايز ان يعني عايز ابن الدكتور يبقى دكتور بس باجتهاده مش لان ابوه دكتور، ابن الضابط يبقى ضابط باجتهاده مش لان ابوه ضابط. عايز ان كل واحد ياخد فرصته، ما ينفعش ان واحد يبقى مؤهل عالي وعنده فرص كتيره جدا بس عشان هو ملوش ظهر ما ياخدش فرصته. فعايز مش عايزه يبقى كويس قوي، لا انا عايزه الوسط، الحقوق العاديه بتاعت الناس. ما ينفعش ان سواق في شركه ياخد 500 جنيه وسواق في شركه ثانيه ياخد 10,000، وده سواق وده سواق. الفرق الوحيد اللي بينهم ان ده في شركه بترول وده في شركه عاديه صغيره. ما هو ده بيسوق وده بيسوق. مهندس في شركه بياخد 20,000 ومهندس في شركه ثانيه بياخد 1000 جنيه، ما هو ده مهندس وده مهندس، الاختلاف في الشركه، لكن وظيفته نفسها ثابته. عايز الحقوق بتاعت الشعب يبقى في تساوي بينها. لو البلد مضغوطه يبقى الضغوط على الكل، لو البلد كويسه تبقى كويسه للكل. عايز الشعب كله مع بعضه كويس. المشاكل اللي بين الشعب دي يعني مثلا بين اهلاوي وزملكاوي، زي بين مسيحي ومسلم، زي بين صعيدي وفلاح، الناس بتيجي دي مشاكل عاديه جدا. يعني انت النهارده ممكن اي واحد اهلاوي يجي يقول لي لما بتيجي الصراعات يقول لك ده الزمالكاوي ده بواب، والزمالكاوي يقول لي على الاهلاوي كذا، والمسلم يقول على المسيحي كذا. دي صراعات خفيفه، لكن في جوهر بتاع الانسان اول ما بيشوف حد تعبان ولا كده ما بيفكرش ده اهلاوي زمالكاوي، ما بيفكرش ده مسلم ولا مسيحي، ما بيفكرش ده صعيدي ولا فلاح، لا بيفكر انه مصري.